المستمعة أم لمى من الرياض تقول: ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وكنت لابسة نقابا وفوق النقاب غطاء، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يجب علي؟ علما أنني لبست النقاب كي يساعدني على رؤية طريقي، أفتوني جزاكم الله كل خير. لا يجوز للمرأة إذا عقدت الإحرام أن تلبس النقاب، سواء كان فوقه شيء أو ليس فوقه شيء، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة، يعني في الإحرام، لما سئل عما يلبسه المحرم وبين ما يلبسه الرجل وما لا يلبسه، قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. المحرمة ممنوعة من هذين اللباسين، النقاب على الوجه والقفازان على الكفين، فما فعلته هذه المرأة خطأ ولا يجوز لها ذلك. إن كانت جاهلة فليس عليها شيء، تعذر بالجهل، أما إن كانت عالمة أن هذا لا يجوز وتعمدت لبسه يكون عليها فدية، وتكون الفدية مخيرة بين ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة في مكة توزيعها على الفقراء، تكون هذه الشاة مما يجزئ في الأضحية، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كيلو نصف لكل واحد. فالإطعام والذبح لا بد أن يكون في مكة على فقراء مكة، أما الصيام فيجزئها في أي مكان، فهي مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. نعم.